نعم. انا ان شاء الله تبدا بالساخن. نعم. متفقين جميعا على الرقم انه قد يؤدي، بس انه لما الخطاب الحين بس نتكلم عن الخطاب، لما انا اخاطب جهات اكاديميه نعم اريد اوصل لهم هذه المعلومه ما اقدر استخدم معهم يعني برهان علمي وانا ما بديت في هذا. اذا هو ترفيه ملفين، ملف المفروض ابدا الملف الاول الثاني اللي هو اللي فيه لانه فيه يعني فورمولاز وفي اناتوجين يعني معلومات علميه ما تبدا في هذا ابدا. انا نصيحتي ان هذا ما تبدا فيه، نعم، من الاوبزرفيشن اللي صارت يعني الحاجات العمليه اللي صارت اوكي في حالات كذا صار كذا حاله كذا 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 ما الحالات اللي صارت. زين انا عندي مثل في بنك مسقط هاو ات وركس الحين اوكي واتس هابينج انسايد، نعم هذا يحتاج الى بحث. ممتاز جزاك الله خير اشكرك. هنا تابع في هنا هذا ممتاز جدا، في بعض منهم يقول لا ادخل مباشره الى معلومات علميه، لا تعطينا الايفيدنسز، لا تعطينا حتى الفحوصات اللي قمت بها ولا الريسيرشز اللي عملته بحوث اللي عملته، لا ابدا اول شيء معلومات اللي هي علميه دقيقه، عرف كيف؟ فهنا يتوقف يعني على يعني الحضور اذا كان جهه اكاديميه تريد ان انا ادخل مباشره الى عندهم البيسكس الحكومه نعم. كلهم عندهم البيسك الحاجات العلميه ايوه نعم موجوده نعم بس في المجال البحثي يعني حاجه نعم. حاجه بحثي اذا البحث اللي ايوه اللي كان عامل سواء كان يعني من اي يعني ما يكفي انك انت هذا المشروع فهمت ايوه اساس يكون لانك سامبلز عندك فيري جود عندك حاجه علميه اوكي حلو حاجه علميه هذه خطوه ان شاء الله لنوصل نسال تعالى معينات نعم نعم